you <laughs> السلام عليكم حياكم الله مشاهدينا الكرام في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانيه اليوم نحن في ليله مباركه من ليالي شهر رمضان المبارك وهي ليله ولاده الامام الحسن عليه السلام نهنئ صاحب العصر والزمان ونهنئ الامه الاسلاميه بهذا اليوم المبارك مشاهدينا الكرام فاصل ونعود اليكم عدنا وياكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانيه. رحبوا معي بضيفي هذه الحلقه. حياك الله حسن. الله يحفظك حبيبي الله يخليك. شتونجي. الحمد لله كل زين. طبعا مشاهدينا الكرام برنامجنا فيه عده مكعبات كل مكعب يحتوي على سؤال لضيف الحلقه. المكعب الاول يوجه لك سؤاله نعم. اسمك الثلاثي وعمرك وسكنك. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد اسمي الحسن محمد محمد مله وعمري 14 سنه وسكني في كربلاء المقدسه المكعب الثاني يوجه لك سؤال في اي مرحله دراسيه نعم آه انا في المرحله الدراسيه في الصف الثاني متوسط اما المكعب الثالث يطرح عليك سؤال نعم شنو طموحك العلمي طموحي العلمي يعني اكون ذو في مستوى عالي من العلم لارضاء وخدمه اهل البيت عليهم السلام. المكعب الرابع يوجه لك سؤاله شنو يعني لك شهر رمضان المبارك؟ شهر رمضان يعني لي الكثير طبعا وشهر رمضان من الاشهر المباركه صراحه. وشهر رمضان يعني شهر الرحمه وشهر الخير وتنفتح به ابواب الرحمه والمغفره والتوبه وتنغلق به ابواب جهنم. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود اليكم. عدنا واياكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانيه. المكعب الخامس سؤاله شلونك ويا الصوم والعبادات؟ نعم بالنسبه للصوم فاني في شهر رمضان اصوم رمضان كامل بدون اي انقطاع وبالنسبه للعبادات ففي العبادات قد امرنا اهل البيت عليهم السلام والله تعالى في اداء العبادات كلها والمستحبه والواجبه. فانا اقوم بالمستحبات دائما وفي الواجبه ولكي ارضي صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. المكعب السادس سؤال. نعم. شنو يعني لك كريم اهل البيت الامام الحسن عليه السلام؟ اسم الامام الحسن عليه السلام طبعا هو اختير من قبل اهلي وهو اسم جدا مبارك وصراحه اسم الإمام الحسن جدا اسم مميز مثلا في المدارس يكون اسمه هو المميز من بين الطلاب واسم الإمام آه الحسن جدا أنا مفتخر به صراحة والحمد لله على كل شيء أما بالنسبة للإمام الحسن عليه السلام فهو كريم أهل البيت ومن الأئمة العظيمين و أما بالنسبة للإمام الحسن عليه السلام فهو كريم أهل البيت وهو المولود في هذا الشهر وهو احد السبطين عليهم السلام. المكعب السابع يطرح لك سؤاله لو كنت ويا الامام الحسن شلون تحب تنصره؟ لو كنت مع الامام الحسن عليه السلام لفديته باهلي ومالي وروحي فداء لي ترابي مقدمه الشريف. المكعب الثامن والاخير طرح لك سؤاله في هذا اليوم المبارك الا هو يوم ميلاد الامام الحسن. المن من المعصومين تحب تهني. احب أن أهني السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام في مولد ابنها الإمام الحسن عليه السلام وأهني الأمة الإسلامية على مولد الإمام الحسن وصراحة مولد الإمام الحسن جدا فرحة عظيمة وعلى كل المسلمين الاحتفال بها شكرا لك حبيبي حسين الله حبيبي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام مشاهدينا فاصل ونعود إليكم عدنا واياكم مشاهدينا الكرام الى ختام هذه الحلقه وفي الختام حبينا نهديكم هديه بمناسبه هذا اليوم العظيم الا وهو حديث من اقوال الامام الرضا عليه السلام قال الامام الرضا عليه السلام من قرا في شهر رمضان ايه من كتاب الله كان كمن ختم القران في غيره من الشهور مشاهدينا الكرام الى هنا انتهت حلقه من حلقات برنامجنا برنامج مكعبات رمضانيه في امان الله